ومن طباس المختص في عشان الإسرائيلي ينضم إلينا من هناك دكتور عمر جعر. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عمر. الآن نستطيع القول بأنه الشك وليس اليقين حتى هذه اللحظة في مسألة مقتل أي رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى سنوار، لكن ما يتم تداوله على وسائل إعلام عبرية تؤكد مقتله رسميا إلى حين إصدار أي بيان من حركة حماس ينفي أو يؤكد بهذا الشأن، ماذا تقرأ أنت في هذا الخصوص؟ أولا عملية الاغتيال غير مؤكدة في الإعلام الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، ولخص لكي تقرير نير دروب يقول الجثة التي وجدت في عمارة كلها ملغمة، إذا تم قصفها فيتم قصف العمارة ولا يوجد قصف الجثة، ولذلك لا يوجد في الإعلام الإسرائيلي إلا جثة هذا الجندي أو هذا الفلسطيني على أنه هو يحيى السنوار، ولذلك قال الوقت مبكر جدا أن نبتهل وأن نفرح وأن ننصر إلى قتل زعيم الإرهابيين في قطاع غزة، وأنا أقول ذلك. يوجد خبر بالقناة الثالثة عشر تقول تزداد الأدلة على أن الأخ السنوار قد تم اغتياله، ولكن هل يتكلم الإعلام الإسرائيلي سابقا مرات ومرات عن أنه تم اغتياله مع محمد الدير؟ إذا كان كل الإعلام الإسرائيلي السابق كاذبا فما الذي يمنع أن يكون هذا الإعلام من باب الإرهاب الإعلامي الذي يتكلم عنه الإعلام الإسرائيلي دائما وأبدا؟ ومع ذلك ما الذي يهمنا سواء كان يقتل السنوار أو لم يقتل؟ ما الذي يهمنا أو يهم دولة إسرائيل على سبيل المثال؟ هي السيطرة على قطاع غزة سيطرة تامة. ولكن قبل أن ندخل الإجابة على هذا السؤال نسأل السؤال التالي، ما هي القيمة الحقيقية للاغتيالات السياسية في دولة إسرائيل؟ هل هي سلاح استراتيجي أم سلاح تكتيكي؟ الإسرائيلي يقول لا سلاح تكتيكي ولا إسرائيلي لأن الذي يأتي بعده أطلب منه، ولذلك يقولون نشتاق للجعفري أكثر من نشتاق للسنوار الذي حل محله، ويشتاقون لإسماعيل هنية أكثر مما يشتاقون للسنوار الذي حل محل إسماعيل هنية، ويقولون عبارة أخرى في الجبهة اللبنانية على أنهم يشتاقون للموسوي أكثر مما يشتاقون لحسن نصر الله، وسوف يشتاقون لحسن نصر الله أكثر من الذي سيحل محله. إذا ما هي القيمة الحقيقية للاغتيالات السياسية وبخاصة بالمستوى الذي تم على سبيل المثال بحزب الله؟ وحزب الله الآن من أكثر يعني يمثل حزب الله أكثر قصف صاروخي لدول إسرائيل بسبب هجومه الكبير من الصواريخ. إذا ما قيمة هذه الاغتيالات التي يطبل الجمع لها دول إسرائيل؟ سواء ابتدأنا من الشهيد أحمد ياسين حتى السنوار. طيب تقصد بأن إسرائيل لن تشعر بالانتصار أو لن تشعر بأنها حققت نصرا في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي وضعت صورته وتم تداولها وربما وضعت مكافأة مالية لمن يقوم بالإبلاغ عنه، وكان هناك عنوان عريض بأنه هدف من أهداف الحرب هو القضاء على يحيى السنوار. الآن التنظيمات الأيديولوجية والتنظيمات السياسية التي تتمتع بفكر أيديولوجي مهما كانت فيها مستوى من الاغتيالات لا يؤثر على وجودها السياسي ولا وجودها العسكري. وكلنا نعلم أن اغتيال الجعفري كان صدمة للفلسطينيين فجاء السنوار. وإذا تم الوصول إلى السنوار فإن الذي سيأتي بعده أكثر منه تطرفا. وقد ذكروا أن أخ السنوار هو أكثر تطرفا من السنوار نفسه وهو الذي قد يحل محله، ولذلك أن هذه الاغتيالات السياسية ليست عبقرية سياسية وليست من نتائج الحروب في التاريخ. عندما تم الانتصار على ألمانيا لم يتم ذلك باغتيال هتلر على سبيل المثال أو جنرال هنا وجنرال هناك، هذه معلومات وليس من أجل رفع المعنويات. لأن دولة إسرائيل دخلت مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أطول حرب بتاريخها ولم تنجز منه شيئا،
ولذلك قالت زعيمة المحتجين من أجل إطلاق سراح المقتوطين بالقناة الثانية عشر قبل قليل، قالت تعالي نتنياهو لقد حصلت على سمة من سمات الانتصار باغتيال السنوار، ولا انتصار لك إلا بعودة المقتوطين. وعدم عودة المقتوطين مع اغتيال السنوار سيكون دمارا عليك سياسيا، ولذلك يتكلمون مع من سيتفاوضون. ومع ذلك أن باب التفاوض كان مفتوحا، سواء كان مع خليل الحية كما يقول الإعلام الإسرائيلي أو مع غيره. وقد رحب الإعلام الإسرائيلي باغتيال السنوار، لماذا؟ لأن السنوار كان من أنصار التقرب من قطر كتمثيل للتفاوض مع دولة إسرائيل، والآن يعتبرون ذلك انتصارا للوسيط المصري على سبيل المثال. كل هذه السخافات السياسية في الإعلام الإسرائيلي لا قيمة لها. لذلك عندما نير دور قدم تقريره بالثاني عشر بالقناة الثانية عشر وهو تقرير متزن جدا، قال لا توجد معلومات أكيدة على أن السنوار، ولذلك أخذ الدي إن إيه من الجثة، وبعد ساعات سيتم نشر هذا الدي إن إيه لأن السنوار قد تم إجراء نوع عمليات جراحية أثناء الاعتقال مرات لعدة مرات. لذلك هذا الدي إن إيه لهذه الجثة سوف بعد ساعة أو ساعتين منذ إصدار هذا الخبر الذي يحصل من القناة الثانية عشر، هذا الدي إن إيه سيثبت لنا إن كان هو السنوار أو غير السنوار. ولذلك قدم حجتين على أنه ليس السنوار على سبيل المثال. إن الجثة وجدت في مبنى مليئة بالمتفجرات وملغبة بالمتفجرات. فعندما تم قصفها لم تنفجر تلك المتفجرات. ثم الحجة الثانية بالإعلام الإسرائيلي وليس بإعلامنا على أن السنوار لا يتواجد إلا وحله عدد من المخطوفين تبرعا له. صحيح، هذا ما تم تداوله إسرائيليا. نعم، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، كنت معنا عبر الهاتف من طوباس، شكرا جزيلا لك.